أولى محطاتنا الصباحية مشاهدينا رح تكون تاريخية ثقافية، فيلي بيميز شهر رمضان الكريم عن باقي أشهر السنة مجموعة عادات وتقاليد وطقوس أيضا بتحلف فيها العديد من الدول. بعض هاي العادات ممكن تكون مختلفة ومميزة، والبعض الآخر ممكن تكون متشابهة بين الدول، لكن اليوم نحن رح نقلب بأوراق رزنامة التاريخ ونرجع لنتعرف على تاريخ الصيام بالحضارة السورية. يمكن نور لما نذكر شهر رمضان الكريم أول شيء بيخطر على بالنا لمة العيلة بوقت الفطور، الزينة الرمضانية بالشوارع، المسحراتي وكثير من الأمور اللي بتخلينا نشعر بأهمية هذا الشهر. أكيد هايدي، مبارحة كنت عم أسمع المسحراتي إجا الساعة 2:30 تماما تقريبا. صحيح. من أجمل الطقوس الرمضانية، لأنه بعض الحارات والمناطق ما فيها، كان جاي مع ابنه عم يطبل وابنه عم يرد وراء. في عادات وتقاليد جميلة خلال الشهر الكريم، ما زلنا بسوريا رغم الحرب ورغم كل الظروف عم نحاول نحافظ على هي العادات والتقاليد الجميلة، لمة العيلة، كيف الصيام لساعات طويلة كيف فينا نخففه على بعض شوي. خلينا نعيش هي التفاصيل كلياتها من عادات وتقاليد وطقوس، خلينا نحكي عنها أكثر مع الباحث والدليل السياحي عبد الرزاق الحمصي. أهلا وسهلا فيك ورمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. يسعد صباحك. صباح الخير. بداية خلينا نتحدث عن الصيام بالحضارة السورية. أول شيء لابد أن يعود الخير برمضان والمحبة والأمان رغم تزاحم الآلام. صحيح. وكل عام وأنتم والإخبارية وأهل الإخبارية كلهم بخير. شكرا كثير لك، ينعاد عليك بكل الخير والصحة. نبدأ بتاريخ الصيام بالحضارات العالمية وسوريا خاصة. هلا إبراهيم عليه السلام أمر أو طلب من أتباعه الصيام من 2000 قبل الميلاد، يعني 4000 سنة. الكلدان والآشوريين كان عندهم صيام. بإبلة وماري وأوغاريت بالألف الثاني والثالث قبل الميلاد كان في صيام، وهذا موجود بالنصوص. وكان هي لتقرب من الرب أربابهم اللي كانت وتطهير النفس، نفس يعني الثقافات وبتتكرر. كمان بالعهد الكلاسيكي البيزنطي والروماني والوثيقي كمان كان في صيام، لحتى إجا دين المحبة كمان من 2000 سنة طلبوا من الصيام، في صيام دين المحبة الديانة المسيحية وصيام خاص يعني وصحي. وقت اجى الإسلام كمان طلبوا الصيام رب العالمين بالآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صحيح. هي شيء سريع. الصيام موجود من التاريخ، يعني من وثائقنا من 5000 سنة في موجود الصيام. لا شك نحن هلأ برمضان الكريم والصيام خصوصية له بسوريا وخاصة المطبخ السوري. خليني وقف هون أنا شوي ونحكي على خصوصية، لأنه بلشنا نحكي على الصيام ومع يعني هو أهم الطقوس الجميلة خلال شهر رمضان. صحيح. المبارك وله يعني هدف أساسي، قيم ومبادئ أخلاقية كتير كبيرة. بس خلينا نحكي عن الذاكرة الرمضانية السورية الدمشقية. يعني كلياتنا بنعرف يعني بنتذكر بتفاصيل لمة العيلة الجيران. يعني سابقا برمضان كنا نشوف البيوت كلها مفتوحة بعيدا عن الأديان، يعني بخلال بس يأذن بتلاقي الكل عم يفطر سوا. السكبة، كثير من التفاصيل الجميلة، هي ذاكرة رمضانية سورية. السكبة بنكررها كثير كثير، قصص حلوة، رسالة محبة بين الجيران. كانت الموائد الدمشقية والسورية بشكل عام تتزين بسبعة من صحون من خارج. صحيح. العيلة. هدول بتلاقي هلا قبل ما نحكي السكبة كثير مهمة على فكرة، بس عم نذكرها كثير كنا عم نحكي على الذاكرة الرمضانية السورية. هلا حاحكي على الذاكرة الرمضانية بتاريخ سوريا. تفضل. كان يثبت رمضان يطلعوا على جبل قاسيون، وبكل محافظة كان في قلعة أو جبل يطلعوا مشان يشوفوا الهلال تبع رمضان. وقت يثبت الهلال يثبتوا الشهر من خلال المآذن تبع أكبر جامع مثلا بالمدينة بدمشق، من الجامع الأموي من مأذنة العروس. بعدين بعام 1742 صاروا إثبات الشهر من خلال مدفع رمضان اللي كان موجود بالقلعة، بعدين انتقل لقاسيون، بعدين حطوه بعدة حدائق، صار في 17 مدفع موجودين بعدة حدائق. هلا أنتم بتعرفوا حديقة اسمها حديقة المدفع. صحيح. هي كان فيها مدفع رمضان. هي لإثبات الشهر. الشيء اللي بيصير مباشرة بعد إثبات، لأنه بيكون المساء فورم تفتح كل الأسواق. وكل واحد بيحمل فانوسه، هدول مزينين انتم الفوانيس هون،
ليش برمضان؟ لأنه بالليل بيحمل الفانوس بيروح بيجيب شيء لأهله منشان يصالح. أول شيء بيذكر أمه، بيروحوا بياخذوا هالفوانيس لأنه الأسواق بتشعل بالفوانيس. صحيح. كل واحد حامل فانوسه ورايح على السوق وبيجيب شيء لأهله، لأنه لا يصح الصيام مع الخصومة. أول شيء بيروح عند أمه وبياخذ له هدايا وبياخذ له أكل، وإذا كان مشان ما يغضبها بصالحة. هاي قصة الفانوس برمضان. تمام. وبعدين هو ازدهار اقتصادي كان. كانوا يحضروا لشهر رمضان اقتصاديا قبل 3 أشهر. صحيح. يعني موسم اقتصادي باللبس، وبعدين العيد بيجي بعد منه بيحضروا له. كان يعني الفانوس كان يزين محلات وبيوت ما كان في كهرباء. هي بعد اثبات الشهر العادات اللي حلوه كانت التكافل الاجتماعي. صحيح. رائع جدا كان. يعني كان في محبه كثير قويه. هو زي رمضان محبه. وانا بقول له للناس رمضان محبه وتوضؤوا بالمحبه. يعني هون بدنا بعد الماء توضؤوا بالمحبه، يعني هي كثير كانت مهمه. ولمه العيله والعادات الاجتماعيه والجيران. بحكي على بعض الرمضانات اللي صارت. انا بهمني رمضان اللي عشته بوجداني انا 1973 بحرب تشرين. كان اجمل رمضان. التكافل الاجتماعي كان رائع جدا. الجريمه صفر. لمدة 40 يوم رمضان والعيد الجريمة بكل أنحاء سوريا وخاصة دمشق كانت صفر. هي سجلات الأمن الجنائي صفر. الكل قلب واحد. هلأ هذا الشيء ذكرني وقت صار الزلزال. صحيح. طلعنا لسه منحب بعض لأنه كان في هبة كانت ذكرتني بالهبة اللي صارت بحرب تشرين. لذلك هالهبة والتكافل الاجتماعي صار يعني لسه موجود. هذا التكافل اليوم التواصل مع الناس المساعدة لسه عم موجودين. والله شوفي الناس تعبانة هلا ما حبالغ أو بس حسنا ممكن بشهر رمضان يعني يهتم بعيلته واللي قريبين له وأهله وبلاده. بعد في بس في بعد الخير موجود. لأن الناس عم تساعد. لأنه الزلزال أثبت أنه في يعني الناس فعلا يلي معاشه بسيط تبع الإطفاء وتبع دول والكل الكل اشتغل والكل ساعد بعض. حتى الآم اللقمة من تمه مثل ما بيقولوا وعطاها للناس. صحيح. يعني هذا كتير كتير جميل. في عادات كتير وفي انتصارات. خليني أذكر بالانتصارات الغريب والعجيب. أنا ما بندهش لأنه الناس يمكن برمضان بيكون الحماس زايد عندها تجاه البلدة تجاه التكافل تجاه دعم الجيش. هلا الانتصارات كتير اللي صارت برمضان. هلا انا دائما بحب اذكر معركه عين جالوت 1260 ب 25 رمضان. جيش الشام وجيش مصر توحدوا وهجموا المغول بمعركه فاصله مهمه جدا. على فكره دائما كل ما بتتوحد سوريا ومصر كان في انتصار. في معركه كمان كثير مهمه معركه عموريا ومعتصماه. وقت اجت سيده عربيه استنجدت بالمعتصم. انحشدت جيوش العباسيين خاصة جيش العراق وجيش الشام واجتمعوا بطرطوس بستة رمضان وتوجهوا لعموريا. عموريا اللي بالشمال مو تبع عموريا اللي ببانياس بنابلس. عموريا بالشمال وراحوا أنقذوا هالسيدة. وكانت هالمعركة ب 17 رمضان. في طارق بن زياد دخل وحرر أكثر الأندلس واجتمع مع موسى بن نصير سوا ب 28 رمضان. هاي كانت معركة حاسمة لدخول جيش الشام. على فكرة نحن ما كنا احتلال كنا دخول. والدليل لحد الآن السلطات الإسبانية عم تستثمر المواقع الشامية والفن المعماري الدمشقي اللي هو الأبلق الأبيض والأسود يلي نقلناه بهذاك الوقت لهنيك. لحد الآن بيستثمروه بالسياحة. وكثير سياح طلعوا معي بيقولوا لي وقت فرجيهم بيوت عربي فرجيهم الأبلاق بيقولوا لي هذا شفناه بإسبانيا. والدليل السياحي الإسباني عم يفتخر بالحضارة الشامية اللي موجودة عنده. فإذا نحن كان دخول حضاري ما كان احتلال. هي في كثير معارك. معركة بدر كمان كانت في رمضان. وصول جيش الشام للصين لتخوم الصين كمان كان برمضان. يعني أنا بقدر عدد كتير أمور كانت برمضان.
ما بعرف اذا بنقدر معي وقت فيه لسه نحكي على التوظيف السياحي ل اكيد موائد رمضان. هلا حاليا اللي عم شوفه وتواصل مع اصدقائي اللي بكل انحاء العالم انه المطبخ الشامي حاليا بهذا رمضان عم يزين كل موائد الصائمين بالعالم. صحيح. من المغرب لدبي ولمصر كثير، جنوب امريكا، حتى في ناس سياح انا كنت اخذهم على حضرهم الفطور برمضان من زمان 20 و25 سنه، وحتى هلا بالسنه الماضيه حضرتهم فطور برمضان، عم يروحوا يسالوا وين في مطعم سوري عم يقيم مأدبه مرض رمضان ليحضروها. يعني مثل ما كثير نحن مفخره، هو كمان منتج سياحي سوري بامتياز. هلا انا كان في لي زميل من الشباب الجداد ادلاء عم يقول لي استاذ لك والله صعب رمضان انه شو بدنا ناخذ السياح، قلت له لا بالعكس رمضان لازم تستغل شيء برمضان. هلا انا كنت شو ساوي معهم؟ بكل مدينه في شيء، هلا احكي عن دمشق شو كنت ساوي. اول شيء حدد وقت الاذان بالاموي. مرقهم من ناحية الاموي سمعهم هالاذان الغناء الاوبرالي الرائع. صحيح. بتمنى يستمر، بتمنى يستمر. لانه في كان مؤذن امبارح هنا مشتو ما كان الاموي مكة. هدول المؤذنين وهي هدول منشدين كمان. صحيح منشدين. منشدين. صحيح. كبار بالسن بس عم يطلع معهم شيء رائع. وانا بتمنى السلطات الجامع الاموي وزارة الاوقاف هدول تعلم اجيال ثانية نوعية هالاذان هذا. هذا معروف مشهور عالميا صار. بنفس الوقت انا بكون حاجز لهم بمطعم قريب للاموي بيطل على موقع او بيطل على الاموي يقعدوا يشوفوا هاللوحه الفنيه. بس كل هالتفاصيل بدها تنظيم يعني اكيد بتتنظم. هلا الصراحه لساته اللي عم يقدموا طبعا المطاعم عم يقدموا المائده او المطبخ السوري بموائد رمضان. شو عم تتضمن هي الموائد؟ خبرنا اكثر عن الاطعمه اللي عم تكون موجوده. صايمين؟ كلنا صايمين. عشان ما جوعكم. هلا نحن المطبخ كل مطبخ بمدينه سوريه له ميزات، المطبخ الدمشقي بالالبان طبخات اللبن ببيضوها الشاكريه واللبنيه هذول. واول يوم معروف برمضان. معروف. صحيح. واول ايام العيد كمان بيسوى. المطبخ الحلبي الكباب معروف كثير بس حده. الحده. حما مطبخ حما كثير رائع. صحيح. الباطرش هذا اللي المتبل المشوي مع لبن وطحينه وبيحطوا له صوص بندوره على الوش وبعدين بيحطوا لحمه ومكسرات. المطبخ الحمي بيمتاز بالسمنه العربي الاصلي. يعني وقت السمنه العربي تقولي سمن عربي ولحم غنم هي بحما. بحمص وحما في كمان الحلويات. حلويات حلاوه الجبن. انت فتحتي شهيتنا على القصص. باللاذقيه في الصياديه بلاذقيه بطرطوس وجبله. كمان في مطبخ رائع جدا الصياديه والاكلات السمك وفي الحلو الجزريه. كمان حتى بالجنوب بحوران وبسويدا في مطبخ رائع كمان حلو المليحي. صحيح. منسف او المليحي. هلا تبع حوران غير سويدا اكيد بس تبع اثنين طيبين. تبع سويدا كثير طيب كمان بيحطوا سمن عربي الرز و يمكن اذا بدنا نحكي عن كل الاكلات الرمضانيه بس يعني ما بنخلص بس خلص وقتنا. جميل يكون في اضاءه على العادات والتقاليد والذاكره الرمضانيه. كيف لساتنا رغم كل الظروف محافظين على هي العادات والتقاليد وهي الطقوس الجميله. اكيد بالختام بدنا نتشكرك ودائما لك اضاءه خاصه برحلاتنا الصباحيه. شكرا كثير. شكرا كثير. شكرا لك استاذ عبد الرزاق. رمضان بندعي الناس كف الاذى ان شاء الله يا رب والمحبه يا رب. وبرد بقول نوجه غضبنا للمحتل للمحتلين الصهيوني والامريكي والتركي وعملائهم الارهابيين وبرد بعيد الفاسد ارهابي. شكرا كثير لك.